أهلا بيكم في مجلة الحياة. اتعرف بجملته الشهيرة شفيق يا راجل، وقدم للفن مجموعة مميزة من الأدوار الكوميدية. هو الفنان محمد نجم اللي قدر بموهبته الفريدة وإفهاته المرتجلة إنه يحفر لنفسه مكانة مميزة في قلوب وذاكرة محبيه حتى بعد مرور سنوات على وفاته. هنكشف معاكم سبب خلافه مع عادل إمام وقصة انتقاده لهنيدي ومحمد سعد وحقيقة وفاته بسبب أحمد آدم. تابعونا. اتولد الفنان محمد علي عوض الشهير بمحمد نجم في الزقازيق يوم 15 يناير سنة 1944. تزوج من السيدة يسرية وهي شقيقة الممثل عمرو عبد الجليل، وأنجب منها ولد وحيد وهو الفنان شريف نجم. بدأ الفنان محمد نجم مشواره الفني على مسرح الجامعة في كلية التربية الفنية، بعد ما رشحه واحد من زملائه لتقديم دور في مسرحية للفنانة نجوى سالم بعد اعتذار الفنان سمير صبري عن الدور. وكانت المفاجأة هي حصوله على إعجاب كل من شاهد المسرحية، ومن بعدها حصل على فرص كتير لعروض مسرحيات تانية في الجامعة، وانضم لفرقة الفنان عبد المنعم مدبولي وتتلمذ على إيده، ووصفه مدبولي بأنه بحر كوميديا لا يجف. وقدم أول أعماله المسرحية سنة 1968 من خلال مشاركته في مسرحية موزة وثلاث سكاكين. أما أول بطولة ليه كانت سنة 1970 من خلال مشاركته في مسرحية حاجة تلخبط مع الفنانة نجوى سالم، وأسس لنفسه مسرح خاص باسمه، وكمان أنشأ فرقته الكوميدية المعروفة باسم فرقة نجم. وسنة 1971 شارك في أول أفلامه حياة خطرة مع نبيل عبيد وصلاح أبيل وحمدي غيث، وقدم للسينما مجموعة أفلام حوالي 14 فيلم معظمهم في فترة السبعينيات، منهم صانع النجوم، قمر الزمان، احترسي من الرجال يا ماما، وبمبا كشر، وحكايتي مع الزمان، وغيرها من الأفلام. واتجه محمد نجم للسيت كوم وقدم ياسين في مستشفى المجانين وزيرو 900، ورفض انه يشارك في أفلام الشباب في أدوار سنوية، وصرح في حوار صحفي انه مش ممكن يترشح قدام الشباب لأنه نجم قبل ما هم يبقوا نجوم، ولو عايز يدخل السينما هيدخل من خلال دور البطولة وليس مساند ليهم. وهاجم محمد نجم الزعيم عادل إمام وأكد إن مسرحياته مش هتستمر لسنوات زي ما هو بيقول، وأضاف إن لو حد حسب الفترات اللي قدم فيها المسرحيات اللي قال إنها استمرت 10 سنوات هيلاقي إنها ما تزيدش عن 10 أشهر فقط. كمان هاجم الفنان محمد هنيدي والفنان محمد سعد وقال إنهم لم يضيفوا جديد عن اللي قدمه نجيب الريحاني وإسماعيل ياسين وغيرهم من رواد الكوميديا القدام، وأكد إن اللي بيحصل في الفن في الوقت الحالي حرام بسبب دخول النساء وانتشار العرى في الفن، وده ربنا ينجيه منه. وسنة 2015 أعلن عن خبر اعتزاله الفن بسبب انتشار العرى في الوسط الفني. وفي شهر مايو سنة 2019 أصيب الفنان محمد نجم بجلطة دماغية دخل على أثرها العناية المركزة وسط تكتيم شديد من أسرته، حتى صرح ابنه شريف نجم إن والده محتاج دعوات من جمهوره ومحبيه لأنه وصل لمرحلة خطيرة من المرض، وأكد إن الأطباء منعين عنه الزيارة بسبب حالته الحرجة. وبعد أشهر من إصابته بالجلطة توفى الفنان القدير محمد نجم يوم 5 يونيو سنة 2019 عن عمر ناهز 75 سنة بعد صراع أليم مع المرض. وبعد وفاته اتهمت أسرته برنامج شيخ الحارة بأنه كان السبب في تدهور حالته الصحية بعد ما استضافت بسمة وهبة الفنان أحمد آدم وتحدثت معاه عن خلافه مع الفنان محمد نجم، وقال أحمد آدم أنه مش عايز يغلط فيه لأنه راجل كبير، وكان سبب الزعل أن ساب له مسرحية ومشي من غير ما يعرف هو مشي ليه، وهو طول الوقت بيتفادى الكلام عنه. واستكمل آدم حديثه إنه عنده القدرة يكره الناس في نجم خلال جلسة واحدة بسبب مواقف ليه، ولكنه رفض يعمل كده.